السيد النائب علاء عابد. شكرا سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، الحقيقة ما حدث خلال الأيام الماضية أكد على أن الدولة المصرية بمؤسساتها وبجيشها العظيم الذي شكك فيه البعض، وبقيادتها السياسية التي اتخذت هدفا أن يكون هناك جيشا قويا ليعلن للجميع أن الدولة المصرية قادرة في أي لحظة على أن يكون لها كلمة الفصل. تحية لجيش مصر العظيم والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه خلال الفترة الماضية من بناء بيد وتقوية الجيش باليد الأخرى، حتى أصبحنا الآن الدولة التي هي محور الحديث للجميع. حضرات السادة الأفاضل، ما حدث عام 70 بين مدرسة بحر البقر وعام 2023 بين مستشفى المعمداني هي سلسلة من الانتهاكات وجرائم الحرب التي يقف أمامها العالم صامتاً، المجتمع الدولي، ولم يتحدث إلا الشعب المصري والشعوب العربية التي خرجت في الشوارع لتؤكد أن فلسطين ليس قضية، ولكن فلسطين هي قضية الأمة العربية. العلم الفلسطيني الذي نحمله جميعاً هو علم 22 دولة عربية بشعوبها تقف متأهبة حتى تنزاح الغمة. سيادي الرئيس، اسمح لي في رسالة سريعة أن أؤكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي نص على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وعلى أن من آليات تفعيل القانون الدولي اللجنة الدولية الدائمة لتقصي الحقائق والصليب الأحمر أيضاً. أطالب المجتمع الدولي إذا كان هناك ضمير دولياً أن يرسل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق لمعرفة الحقائق التي تدور على أرض فلسطين، الأرض التي ستظل ملكاً لفلسطين ولن يغير هويتها الاحتلال الذي يجب أن نسميه من الآن الكيان الصهيوني والجيش الصهيوني والغاصب المحتل، وتعود أرض فلسطين أرض عربية كما كانت على الخريطة قبل عام 48. لأننا سيادة الرئيس، اسمح لي النهاردة أننا أرسل رسالة لما شاهدته في ميادين مصر أمس وميادين الدول العربية. الشعب المصري مش محتاج توعية. 65% من الشعب المصري هم شباب كانوا في الميادين. تحية لشباب مصر الذي وقف وأعلن دعمه للقضية الفلسطينية. تحية لنساء مصر وعظيمات مصر الذين قالوا كلمتهم أن فلسطين هي القضية. أخيرا وليس آخرا، سيادة الرئيس، إذا كان فلسطين كنا نسميها قديما القضية الفلسطينية، يجب علينا الآن أن يصبح اللفظ الصحيح فلسطين ليست قضية الفلسطينيين فقط، ولكن فلسطين هي قضية العرب. دوننا لن يكون هناك حلا لهذه القضية على حدود ما قبل 67 عاصمتها القدس الشرقية. شكرا سيادة الرئيس، شكرا زملائي الأعزاء. شكراً.